شريف، الف مبروك. مبروك كابتن ايمن. الاهلي القمه يفرح جماهير مصر. صحيح. ويفرح جماهير المغرب وجماهير العرب جميعا. هي قدوا مباراه كبيره جدا بنتيجه كبيره جدا. الف مبروك، وبنشكر اللعيبه والجهاز الفني وعلى البدايه الجميله جدا في مونديال كاس العالم للانديه. ان شاء الله بنفس الروح بنفس الاداء بنتمنى المباراه الجايه يوم السبت باذن الله. فالف مبروك لجماهير مصر كلها وللنادي الاهلي والمؤسسه كلها بمجلس ادارتها واجهزتها كلها. يوم جميل كالعاده بقالنا الحمد لله الله اكبر فتره كده، ايامنا كلها حلوه وكلها فوز من فوز من نجاح لنجاح. فالف مبروك، انا كلنا مبسوطين النهارده الحمد لله رب. اداء الاهلي بادائه النهارده نسانا تقييم مستوى فرقه اوكلاند سيتي. يعني كنا بنقول سرعات وهتلاقيهم بيلعبوا كور طويله وما اعرفش، اداء الاهلي النهارده وضغط الاهلي على الفريق ده ما بقناش عارفين حقيقه ما كانش موجود اوكلاند سيتي. ما عرفناش نقيم الفريق ده خالص. صحيح. الاهلي هو اللي كان موجود، الاهلي هو اللي بيلعب، الاهلي اللي بعد ما بقول لك فيه سبق تهديف بيبقى له اداء تاني خالص، شكل تاني خالص. صحيح. الدنيا بتستريح خالص، بتروح على الجون زي ما انت عايز، الرؤيه بتاعت الملعب كلها تبقى موجوده، تحركات اللعيبه كلها بتبقى سليمه، كل اللعيبه بتشوف بعض. مش عارفين الماتش الجاي بهذا الاداء اللي نزلوا واللي خرجوا والتبديلات، انا مش عارف هيبتدي بمين المباراه الجايه. اذا انت عندك سكواد جامد، عندك ايجابيات النهارده من الاداء، اللعيبه كلها جاهزه الحمد لله. الحمد لله. فباذن الله ده كله في صف المباراه الجايه باذن الله. الحمد لله رب. مبروك.